نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توضأ ولم يمسح أذنيه معتقدا أنها ليست من فروض الوضوء ثم صلى، فهل صلاته صحيحة؟ الأمر عليه سهل، يتوضأ يعيد الوضوء ويصلي من جديد، لأن مسح الأذنين داخلا وخارجا هذا واجب، لأنهما من الرأس، كما يجب عليه أن يمسح رأسه يمسح أذنيه. نعم. وإلا كان لم يكمل مسح رأسه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.